مرحبا حبايبي، ان شاء الله تكونوا بخير. اذا انتو حبايبي ومتابعيني بتمنى دعمي بلايك، واذا عم تحضروني لاول مرة الاشتراك بقناتي وتفعيل الجرس قناتي بتحلى فيكن. معكن نيلي مع اطيب كيكة باردة، كيكة السميد بالتوت الازرق بالبلوبري. يلي مقاديره، الطبقة الأولى كاسة توت أزرق، نصف كاسة سميد، نصف كاسة سكر، معلقة كبيرة نشا واثنين كأس حليب. نصف الطبقة الثانية، نصف كاس سميد، نصف كاس سكر، اثنين حليب، اثنين كأس حليب ومعلقة كبيرة نشا. أول شيء أخذنا القالب ودهناه بالزيت. نجهز القالب أول مرة ونحطه على طرف، بعدين نحط الحليب، كاسة حليب مع البلوبري والسكر، ونضربهم بالخلاط. بعدين بنحط النشا معه والكاسة الثانية والسميدة، وبنضربهم كلهم بالخلاط مرة ثانية، ونحطهم بعدين بالطنجرة يعني، ونحطهم على النار ونبلش خلط 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 لبين ما يبلش يبقبق يطبخ يعني. هيك بلش طوق يطبخ، خلاص معناته مش الحال ويسمك. مباشرة بدنا نحطه بالقالب وهيك نضربه كم ضربة ونحطه على طرف. بعدين نحط الحليب والسكر والنشا والسميد، وكمان نخلطه على البارد، بعدين نحطه على النار. وهيك نبلش نخلط 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 لبين ما يبلش يطبخ، وبس بيطبخ مباشرة بننزله على الطبقة الأولى ومنساوي شوي بإيدنا. أنا هون كنت حاطة نشا معلقتين، لذلك سمك معي شوي. لا، حطوا معلقة واحدة بكفي، وبعد ما يبرد حبايبي بتغطوها وبتخلوها لتاني يوم أو أقل شي 3 ساعات، وبعدين تقلبوها بكل سهولة بينقلب معكم. وهيك صارت وصفتنا جاهزة، وأنا زينتها بشوية شوكولا وبلوبري كمان فوقها توت أزرق، وهيك قدمتها. إن شاء الله عجبتكم الوصفة، ولا تبخلوا علينا بلايك وكومنت حلو مثلكم، وشكرا لمتابعتكم حتى النهاية، وقدر اهتمامكم ووقتكم الثمين، وإلى اللقاء في وصفات قادمة. هيدو.